مشاهدينا أهلا بكم. في ظل التحديات التي تواجه العملية التعليمية في مصر، يسعى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف إلى تعزيز منظومة التعليم من خلال إدخال تغييرات ملموسة على نظام التقييم، حيث أعلن عن رفع نسبة درجات أعمال السنة إلى 40% من مجموع الطالب. تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة الوزارة لتحفيز الطلاب على الحضور والمشاركة الفعالة في الأنشطة المدرسية، بعدما شهدت السنوات الماضية غيابا متزايدا عن الحصص الدراسية نتيجة الاعتماد الكبير على الدروس الخصوصية. تعد قضية الحضور المنتظم في المدارس واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه نظام التعليم المصري، هذا مع تطور ظاهرة الدروس الخصوصية واعتماد الطلاب بشكل مفرط عليها. تضاءلت أهمية الحضور اليومي للمدرسة لدى العديد من الطلاب وأولياء الأمور، مما أثر بشكل مباشر على جودة التعليم والتفاعل بداخل الفصل الدراسي. ومن هنا جاء قرار وزير التربية والتعليم لإعادة هيكلة نظام التقييم وجعل الحضور جزءا لا يتجزأ من نجاح الطالب. كما أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذا القرار سيساهم في تحقيق حضور أكثر انتظاما للطلاب، حيث بات النجاح الأكاديمي يعتمد ليس فقط على الامتحانات النهائية بل على السلوك والمواظبة والمهام الشهرية التي يقدمها الطالب خلال العام الدراسي الجديد. كما يتم توزيع درجات أعمال السنة على الحضور المباشر والمواظبة والسلوك وامتحانات الشهر للصفوف الانتقالية، مما يجعل الالتزام المدرسة شرطا لا غنى عنه. كما أن نظام التقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم أن التقييم للصفين سيعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي من خلال تكليف الطلاب بمهام شهرية تحريرية وشفهية ومهرية. وهذا النظام يهدف إلى تدريب التلاميذ على اكتساب المهارات الحياتية وتطوير قدراتهم الشخصية، كما تتولى المدارس تسجيل هذه الدرجات في سجلات خاصة بكل تلميذ، ويقوم المعلم بتوقيعها بحضور موجه للصفوف الأولى ومدير المدرسة في نهاية كل فصل دراسي. كما يتم تقديم تقرير لأولياء الأمور بيعرض على أداء التلاميذ ويتمثل باللون الأزرق للتفوق والأخضر للأداء المرضي والأحمر لمن هم دون المستوى المتوقع، هذا بهدف مكافحة الغياب المتزايد. كما شدد قرار الوزير على ضرورة حضور الطلاب بنسبة لا تقل عن 60% من أيام الفصلين الدراسيين، خاصة الصف الأول والثاني الابتدائي. الطلاب الذين ينقلوا إلى الصف الثاني إلا بعد اجتياز برنامج علاجي. كما أن الهدف من هذا النظام هو تقليل الاعتماد على دروس الخصوصية، أيضا العودة إلى المدرسة كمركز رئيسي لتلقي التعليم. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية، بنشكركم على طيب المتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.